فقط لكي تتضح الصورة، غادي نحاول إن شاء الله أنني نبسط نوعا ما هذا الزخم ديال المعلومات التقنية باش نفهموا مزيان نوعا ما هذه الادعاءات اللي كتستهدف المغرب بخصوص التجسس الرقمي. اولا خاصنا نعرفوا ان هذا التقرير او هذه التقارير كلها كتجي حول جوج ديال الهجمات. كاين الهجوم الاول اللي غادي نشرحوا، نحاولوا نلخصوه دغيا، اللي سميتو هجوم التوأم الشيطاني، اون انجلي كنقولوا ليه ايفل توين بي تي اس. وغادي نمشيو كذلك للشق الثاني وهو استخدام مالوير بيغاسوس. الوغ باش نبداو اولا نفهموا اشنو هو او شنو كيقصدوا هاد التقارير بايفل توين بي تي اس. فكما كتعرفوا في استخدام اليومي ديالنا للهواتف الذكيه، فاحنا كنتواصلوا مع ابراج الاتصال. هاد ابراج الاتصال او دوك لي بوطو اللي كنشوفوا ملي كنخرجوا للزنقه، فالهواتف الذكيه ديالنا مباشره بصوره اوتوماتيكيه كتواصل مع هاد ابراج الاتصال، وبالتالي كتمكننا من التواصل. لكن للاسف الشديد ان هذه الهواتف فيهم واحد نقدروا نقولوها طغره او لا نسميوها، المهم كتبان طغره، ان هذه الهواتف هي كتكونيكتا مباشره مع اقرب ريزو كيكون ليها. فيما كان شي ريزو قريب هي الهاتف كيمشي وكيتكونيكتا مع هذاك لو ريزو. فبالتالي هجوم ايفل توين بي تي اس هو واحد الهجوم اللي كيستخدم باش اننا كنزوروا واحد نقطه اتصال، تنزوروها على اساس انها كتبان واحد نقطه اتصال اللي هي حقيقيه، معلومات ديال شركه اتصال حقيقيه، اللي كنخليو ان الهاتف الضحيه مباشره كيتكونيكتا في هذاك لو ريزو بي تي اس اللي حنا صوبناه. وهذاك الشيء علاش سميناه ايفل توين بي تي اس، توام شيطاني. فمباشره ملي كيبغي الهاتف يتواصل مع نقطه الاتصال الوهميه اللي قمت بالانشاء ديالها، فهناك واحد المساله اولى واللي هي كيقول لي او كيسول الهاتف نقطه الاتصال واش بغيتينا نشيفريو هذا الاتصال. كما كتعرفوا ان لو شيفرمون ديال لو ريزو جي اس ام صعيب بزاف انك تكسر التشفير ديالو. فبالتالي ملي كيبغي انه يتكونيكتا في هذاك لو ريزو ديالي اللي صوبت، فهو كيطلب مني واش ممكن نشفر هذه المكالمه او لا ممكن نشفر هذا الاتصال. انا كنجاوبو كنقول ليه لا ما نشفروش هذا الاتصال، خلينا ندويو بدون تشفير. مباشره الهاتف كيتكونيكتا في الريزو ديالي، اي هكا كنقدر نتجسس على المكالمات الهاتفيه، على رسائل الاس ام اس، ميم انني نقدر نعطيك انترنت ونقدر انني نتجسس عليك. اذا هذا هو الهجوم اللي كتزعم تزعم هذا التقرير او هذه التقارير انه تم في بعض مع بعض الشخصيات العموميه. الا ان للاسف الشديد هذا التقرير هذا ما اعطى ولو نصف دليل على انه تم استخدام نقط وهميه او نقط ايفل توين بي تي اس. في المقابل انه ممكن انه اي جهه كيفما كانت انك تتهم تتهمك بانك قمتي بهذا الهجوم. يمكن وحنا كنهضروا على هذا الهجوم كلكم بان لكم هذا الشيء واو، هذا الشيء صعيب، هذا الشيء تقني، هذا الشيء واعر، ما خاصكم تعرفوا ان اي واحد ممكن يدير هذا الهجوم في الوقت الحالي. لا، اولا ان هذه الشروحات موجوده في اليوتيوب، ممكن انك تمشي ليوتيوب وتكتب ايفل توين بي تي اس وغادي تلقى مجموعه من الشروحات اللي كتشرح هذا الشيء اللي قلت وكتشرح لك تطبيقيا كيفاش تقوموا. لا كذلك ان هذه الاجهزه هي موجوده، يعني ممكن انك تشريه ويجيك وتخدم به. اذا باش انك تبين انه ان هذا الهجوم هذا نوعا ما هو واحد الهجوم تابع لجهه استخباراتيه او حكوميه، فكما قلت هذه ممكن اي واحد يعني يعطي هذا الاتهام، ولكن خاصك الا اعطيتي هذا الاتهام تعطينا واحد تحقيق رقمي او لا تعطينا واحد التحقيق حول المعطيات والادله الرقميه، خصوصا وانني انا كذلك اشتغل في مجال التحقيق الرقمي واعرف انه اي تقرير تقني الا وكيكون فيه ادله تقنيه شيء اللي كان يغيب في هذا التقرير. وهنا كما كنشوفوا واحد سكرين شوت من واحد المقال اللي كيتهم فيه المغرب او يتهم المغرب باستخدام الروز سيل تاورز او لا الايفل توين بي تي اس اللي دوينا عليها. غنمشيو دابا لبيغاسوس، وساضيف على ما قاله السيد دافيد زيناتي انه البرنامج او برنامج بيغاسوس او مالوير بيغاسوس فهو كيشتغل على ثلاثه مراحل. ف اولا النقطه الاولى ديال هذا البرنامج هو انه
كيحاول يحقن المتصفح ديالك بما يسمى بزيرو كليك، اي بدون انك تقوم باي تفاعل مع الهاتف، فيتم اختراق الهاتف ديالك باستعمال ثغرات يوم الصفر. وثغرات يوم الصفر، او كما قال الاستاذ السيد دافيد زيناتي، ثغرات يوم الصفر هي ثغرات ما كتكونش عند الشركات المالكه للمنتجات. يعني مثلا خدينا جوجل كروم او لا سفاري، فابل ما كتكونش فراسه راه بين ما عندها ثغره، وتتم بيع هذه الثغرات في الديب ويب، وممكن اي واحد يشري هذه الثغرات من الديب ويب، وممكن كذلك انه يتم استخدامها من طرف مؤسسات. وبالتالي فهاد ثغرات يوم الصفر كتمكننا من اننا يعني نحاولوا يكون عندنا واحد لاكسي لهذاك الهاتف. طبيعة الحال مع اجهزه ابل فبيمكنش ليك انك تحقن هاتف ابل بواحد البرنامج التجسسي الا بعد ما تقوم تقنيا بكسر حمايه هاد الهاتف، او ما يسمى جيل بريكين. يعني خصني ندير ليه واحد جيل بريك، فملي كنكسر النواه ديال النظام ابل فانا كنقدر انني نحقن واحد النظام تجسسي وهو المالوير ديال بيجاسوس. فكما قلنا يتم استغلال ثغرات المتصفح واللي هي هضرنا عليها زيرو كليك، ثم تتم عمل واحد جيل بريكين، ومن بعد تتم حق الهاتف برنامج تجسس للاشاره. هذا الشيء هو اللي جا فيه كذلك هذا التقرير، وقال بما انه تم اكتشاف جوج ديال المواقع هواتف بعض الشخصيات العموميه، واللي للاسف الشديد انه هذا التقرير فقط ركز على جوج مواقع اللي لقاها، ولكن نسى انه ما يذكر لنا جيل بريكين. لانه الى انا اخترقت واحد الهاتف، كما قلنا من الخطوات الاساسيه في الاختراق انه كسر حمايه هذا الهاتف. اذا في التقرير ديالك الى انا كسرت حمايه واحد الهاتف واعطيتني انا ندير ليه تحقيق، اذا غادي يبان لي ان هذاك الهاتف تكسرات الحمايه ديالو. اي واحد اي تقني ممكن يدير هذه المساله، كيفاش ديتيكتي واش التليفون ديالك من جيل بريكي؟ ممكن تمشي غير اليوتيوب وغادي يبان لك بما راه التليفون ديالك واش من جيل بريكي ولا ماشي من جيل بريكي. اذا كنلقاو ان التقرير عوض انه يعطينا بما واش الهاتف من جيل بريكي ولا ماشي من جيل بريكيش، كنلقاو انه تركز على بعض المواقع اللي هذه المواقع ممكن اي واحد يقدر مثلا تزور غير مواقع الكترونيه بشكل يومي، اما مثلا تزور منتدى او لا، فتنبثق بعض المواقع الخبيثه اللي ممكن انها تكون عندها يعني عندها واحد الضرر على مستوى الهاتف ديالك.